تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن السبعه الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جماعه من صحابته واراد ان يذكرهم الاخره ويذكرهم بمشاهد من البعث والنشور وكان من بين الحاضرين سيدنا ابو هريره رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث وقد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله منهم امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان ورواه الامام البخاري ومسلم ورواه ابو هريره رضي الله عنه يحكي عن هذه المشاهد ما الذي يقع يوم القيامه. القيامه هو امر واقع وحتمي. انكم لتموتون كما تنامون وانكم لتبعثون كما تستيقظون فنحن كل يوم نموت ونحيا. الموت الصغرى النوم العميق هو موت صغرى ولما نصبح في الصباح الباكر هي بعث ونشور جديد لهذا نقول في السنة حينما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور مقصود الحديث أن يوم القيامة سيكون يوما مخيفا على على الذين لا يؤمنون وهو يوم امن مطمئن على اهل الايمان واليقين فيه تتبدل الارض والسماوات اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الوحوش حشرت مظاهر الكون كلها سوف تختلف وكلها سوف يقع فيها تبدل والشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر. والناس يبعثون على ارض لم يعصى عنها الله قط ابدا، ارض بيضاء ناصعه طاهره يجمع فيها الله تعالى الاولين والاخرين. كم عدد البشر؟ ملايير الملايير. نحن الان في الكوكب الارضي سبعه مليارات. واما ما مر في التاريخ هو ملايير الملايير وما قد ياتي بعد علم الله تعالى لا يعد ولا يحصى كل الخلائق يحشرون حفاة عراة غرلا غير محجلين غير مختنين مختلطين ذكورا واناثا وكل يقول نفسي نفسي الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر هناك من يصل العرق اليه عند كعبيه ومنهم من يصل العرق الى ركبتيه ومنه إلى حقويه ومنه إلى صدره ومنهم من يغمره الغرق العرق عرق كبير من شدة الانتظار إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقد قال الشاعر قديما افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح مشهد مخيف ومرعب حقيقه هنا في هذه اللحظه ستظهر الكرامات وتظهر الرحمات على اهل الايمان وعلى اهل اليقين منهم هؤلاء السبعه الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله قال سبعه وان كان علماء الحديث يقولون بان العدد هو اكثر من سبعه هو اعداد كثيره وكثيره لكن الله تعالى ارادنا ان نركز على هؤلاء السبعه يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه الحر المفرط والشمس المحرقه والعطش الشديد وسنين تمضي وانت واقف في مقامك لكن اذا كنت من هؤلاء السبعه فانك ستستظل تحت عرش الرحمن ولن يصيبك اي مكروه من هؤلاء السبعه؟ اولهم قال امام عادل امام عادل قد يكون حاكم من الحكام يحكم بالعدل بين الناس ولا يظلم وقد يكون مسؤول على قطاع معين مدير مؤسسه رئيس مجلس رب اسره يعني كل من كان مسؤول على قطاع معين وكان يسعى انه يحكم بين الناس بالعدل ولا يظلم فهو يسمى إمام عادل فالزوج في بيته وهو رب أسرة يسمى إماما عادل ومدير المؤسسة تعليمية أو إدارية يسمى إمام عادل في ملكه في في فيما يملك مدير الشركة أيضا ولكن الإمام العادل هو ينصرف بالأساس على نظام الحكم يعني قد يكون هناك دولة أو إقليم معين فيه رئيس يحكم بين الناس بالعدل. لأن الله يحرم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالعدل قيمة عظيمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل مرتبة والإحسان مرتبة أعلى. هذا هو أول من يكون من الفرقة الناجية. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. لماذا قال الشاب؟ لأن مرحلة الشباب هي ليست كمرحلة الكهولة أو الشيخوخة. وأنت شاب تكون وسيم وتكون فرحاً نشطاً مقبلاً على الحياة. حتى الهرمونات التي عند الشاب هي نشطة وحركية ومتوهجة. فهو قابل للاشتعال، قابل لأن يقع في الخطيئة. بخلاف الكهل أو الشيخ الكبير هذا ما عنده مسوغات لكي يقع في الخطايا فالشاب إذا كان مازال صغير ويصلي ويعبد الله ومتقي هذا سبحان الله ينال هذه الكرامة ربنا عز وجل ينجيه ويجعل له يوم القيامة ظلاً ظليلاً يحفظه الله تعالى من من المخاطر للبعث والنشور ثم قال ورجلان تحب في الله اجتمع لي تفرق عليه يعني رجلان ما عندهم علاقات تجاريه ولا عندهم اصهار ولا عندهم قرابات دمويه ولا مصالح دنيويه هم تحابوا في الله كل واحد ينتمي الى اقليم او الى منطقه ولكن تحابوا في الله هؤلاء, هؤلاء ربنا عز وجل يكرمهم بماذا انه ينجيهم ويضلهم تحت ظل عرشه حتى قال صلى الله عليه وسلم قال ان لله اناس ما هم بالانبياء ولا بالمرسلين يغبطهم الانبياء والمرسلون من منازلهم من الله فقام اعرابي واشاح بيده يا رسول الله من هم من هم ففرح النبي الكريم بسؤال الاعرابي فقال لهم هم قوم تحابوا في الله تحابوا في الله لا على انساب ولا على مصالح يعني بعض الناس يكون عندهم المحبه اذا كان ينتمي الى حزب سياسي او الى نقابه عماليه او الى جمعيه او إلى, الى 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 دوار او الى منطقه محدده يعني عندهم علاقات منفعيه لكن الحب المقصود هنا هو الحب في الله لا علاقه لك معه ولكن تحب في الله لانه يذكرك بالله ثم قال ورجل ورجل ذكر ربه خاليا ففاضت عيناه من خشيه الله رجل يذكر الله تعالى بعيد عن الانظار لان هناك من يبكي امام الناس وكانه يتظاهر وقد يدخل اليه الرياء وهو لا يدري الرياء هو الشرك الاصغر اما هذا فقد ذكر الله خاليا دخل الى بيته واغلق عليه الابواب ثم صار يقرا القران ويناجي ربه فشعر بالخشيه فذرفت عيناه هذا ربنا يعطي هذه الكرامه ويجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايضا يدخل في رحمه الله الواسعه وصدق نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث اعين لا تمسها النار ابدا عين بكت من خشيه الله وعين حرست في سبيل الله هذه وعين غضت عن محارم الله فالعين التي تبكي من خشيه الله الله عز وجل يعطيها كرامه الظل يوم القيامه ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد المساجد هي بيوت الله الناس عاده قلوبهم معلقه اما بالمقاهي واما بالمطاعم واما بالمسارح واما بالملاعب او اي شيء فيه الملاهي الناس عاده هكذا يحبون الاسواق ويحبون الملاهي لكن هذا قلبه معلق بالمساجد دوما يتشوق لسماع الآذان فتراه مهرولا إلى بيت من بيوت الله كل مرة تجده في مسجد يصلي ويركع ويسجد قلبه معلق بالمسجد هذا حبيب الرحمن أيضا ينال هذه الحضوة ويظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه المتصدقون كلهم لهم اجر وثواب كبير وعريض لكن هذا بالخصوص عنده اجر مضاعف لانه لما يتصدق يخفي الصدقه هناك من يظهرها جميل ان تظهر الصدقه اذا كان غايتك هي ان تحفز الناس على العطاء وأن تنشر قيم الخير هي مطلوبة وأما بنعمة ربك فحدث إظهار الأعمال الحسنة مطلوب إذا أمن الرياء لكن إذا أخفاها أراد أن يبقى الإخلاص بينه وبين مولاه ربنا يضعف وإن تخفوها هذا أجر أكبر فهذا الرجل حينما يتصدق دائما يخفي صدقته ولا يعلم أحد أبدا أنه تصدق إما يعطيه في الخفاء وهناك من يسندها الى غيره كاين بعض الصلحاء يسندها الى غيره قد هو تاجر كبير ثري يسندها الى الى فقيه من الفقهاء او عالم من العلماء او صاحب الصلحاء يقول لها انا اريد ان اختفي وانت تكفل وقل لهم هذه من من رجل من اهل الله اعطاها حتى يامن هذا الرياء والاخر يامن ليست ماله هو فقط غير وسيط ليوسع على الناس ثم قال في السابع رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين هذا السابع يعني انسان هو وقع في اغراء وهذه المراه ليست كاي امراه انها امراه في غايه الجمال ذات منصب وجمال يعني وعندها سلطه وعندها مال وهي جميله جدا وهو قد أعجب بها يعني كل الأمور مواتية للوقوع في الحرام لكنه ينهى النفس عن الهوى من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقول ربنا عز وجل يسمعني ويراني وأخشاه فيتراجع تقول له المرأة هيت لك تهيأت لك كما وقع لسيد يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فالرجل الذي حارب نفسه رغم ان امراه تدعوه الى الخطيئه وهي جميله وهي ذات منصب ومع ذلك يتراجع ربنا ينظر اليه يباهي به الملائكه فيعطي هذا الامتياز يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله هم ليسوا سبعه فقط الذين يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه هم كتر أعمال كثيرة من أعمال البر لكن هذه السبعة بالخصوص أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليها أننا نحافظ عليها هو في الأصل ينبهنا إلى القيم القيم الإنسانية العليا فالإمام العادل هذه قيمة العدل قيمة العدل قيمة عظيمة والشاب الذي هو نشأ على عبادة الله هذه قيمة الاستقامة وقيمة التربية الإيمانية وذلك الرجل الذي يخفي الصدقة هذه قيمة التواضع وعدم الكبرياء والخيلاء والعجب على الناس والتفاخر بينهم قيمة أخلاقية عظيمة الرجلان الذي تحب في الله اجتمع لتفرق عليه هذه قيمة محب أعلى قيمة قيمة محبة والمحبة هي ليست على طمع بل محبة لله وحده لا شريك له قيمة عظيمة والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذه قيمه الاخلاص انسان مخلص وقيمه الخشيه يخشى الله تعالى وكذلك الذي قلبه معلق بالمساجد هذا قيمه ايمانيه روعه يعني حبه لله تعلقه بالله كلها قيم فنحن مطالبين اننا نزرع القيم في الدنيا حتى اذا ما انقضى العمر وانتقلنا الى الحياه التي تنتظرنا حملنا معنا هذه القيم وسوف يجسدها الله تعالى مخلوقات قيل أن أحدهم في هذا المشهد المرعب المخيف يوم القيامة فر عنه العائلة والأحباب والأقارب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فر عنه لا أحد يقترب منه ليقدم له المساعدة إلا شيخ هرم مسن ضعيف مريض قال لي انا سوف انا ساكون معك قال لي مرحبا اريدك ان تغيثني ولكن اراك ضعيف واراك نحيل واراك متعب من انت؟ قال لي انا عملك انا عملك عملك الضعيف لقد اضعفتني لقد انهكتني فلم استطيع ان اقدم لك اي اغاثه او خدمه. في حين ان مؤمن اخر لما وجد هذا اليوم العصيب وفر عنه العائلة والأقارب والأحباب وبقي وحيدا جاءه مخلوق جميل قوي طويل عريض مبتهج قال لي أنا سوف أقدم لك ما تشاء قال لي من أنت؟ قال أنا عملك الصالح لقد قويتني لقد كنت تسقيني وترويني وها أنا ذا اليوم أنفعك العمل الصالح يتجسد في المحشر بل ويتجسد حتى في القبر لما يكون في قبره وعائلته يضعونه ويرجعون وينادي ويحكم إلى أين أنتم ذاهبون بي أطابت أنفسكم أن تحت علي التراب راح العائلة والأولاد والأحباب وتركوا حبيبهم الميت في قبره وحيد هنالك سوف يأتي له هذا المخلوق إذا كان مؤمنا مخلوق جميل يقول أنا أنيسك قل أبشر أبشر من أنت الذي انستني اذا كان اولادي واحبابي واقاربي تخلوا علي ورموني هنا وحتوا علي التراب من تكون انت؟ يقول لي انا عملك الصالح فطوبى لمن عمل صالحا فيا ايها الاحبه الكرام الدنيا فانيه وتسير بسرعه فائقه للوصول الى النهايه لكي ننتقل الى الدار الاخره علينا ان ننتبه انتبهوا ايها الاحباب الكرام ولا تشغلوا أنفسكم بالدنيا وهمومها ومشاغلها خذوا منها ما يكفيكم وركزوا على العمل الصالح الذي ينفع غدا يوم القيامة الذي نسأل الله أن لا يكون فيه لا خزي ولا ندامة نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم نبدأها من الرباط معنا للا أمينة ألو السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزك بخير سيدي عندي جوج أسئلة السؤال الأول آه بديتي في المقدمة ديالك بأن الرجل إذا دعته امرأة الرجل إذا تصدق الرجل لأن حتى العيالات دابا راه كيصدقوا تاع العيالات كيدعوهم الرجال حتى العيالات واش الكلمة ديال الرجل كتطابق على المرأة وعلى الرجل كلاهما ولا غير على الرجل بوحده؟ نعم والسؤال الثاني الله يخليك ما الفرق ما بين الصدقة والسخاء؟ الى تدخل في الصدقه مثل السامر قال الله لا تقتلوا عليه زيدا انه سخي والله يحب الاسخياء والسخاء يشفع لصاحبه يوم القيامه نعم الفرق ما بين يجازيك بخير ما بين السخاء والصدقه واخا إلا باذن الله امينه جزاك الله خير جزاك الله بخير انا سيدي الله يجازيكم بخير وشكرا للطاقم كله العفو لله بارك الله فيك أمينة والجواب هو أن الحديث فعلا ذكر سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر كلهم رجال كلهم رجال امام عادل شاب نشا في عباده الله رجل تصدق بصدقه رجل ذكر الله فرفعناه رجل قلب مساجد رجل دعته امراه يعني كلهم رجال هل المراه ليس لها نصيب؟ ابدا اللغه العربيه هي من قواعدها أنه إذا ذكر عمل فيه رجل ينطبق على المرأة إلا إذا كان على وجه الخصوص فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام فليس هناك فرق بين رجل ومرأة إلا ما كان بالخصوص كأن تكون مسألة عن علاقة بالإنجاب علاقة بالولادة علاقة بدم الحيض هذه أمور خاصة بالنساء فإذا ذكر في اللغة العربية رجل أو امرؤ فالمقصود به ينطبق على الرجال والنساء سواء حتى المرأة كنا المرأة العادلة وكين المرأة الشابة نشأت في عبادة الله وكين المرأة التي دعها رجل ذو جمال ومال ومنصب فقالت له إني أخاف الله رب العالمين وكين المرأة التي ذكرت ربها خالية ففضت عينها من خشية الله وكين المرأة التي قلبها معلق بالمساجد وقيل المراه التي تتصدق بصدقه فتخفيها حتى لا تعلم الشمال وما انفقت يمينها فالمساله هي تشمل الرجال والنساء لان ربنا عز وجل سوى بينهم. اما قضيه الفرق بين الصدقه والسخاء الصدقه هو عمل يتقرب به العبد الى ربه حسب قدرته لكن السخاء هو درجه عاليه من الصدقه. السخاء هو 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 البذل والعطاء بغزارة هذا كاين بحال العدل والاحسان العدل هو هو مقام ديال القيمه ديال العدل لكن الاحسان هو مرتبه اعلى كنزيد في العدل واحسن كذلك الصدقه هو واحد العمل الرفيع لكن السخاء هو زائد الصدقة كتعطي وبغير حساب بحال مثلا لما احد الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره وجد عنده وادي من الغنم، سيدنا النبي في اول عمره كذا فقير، في اخر عمره مع التجاره والعمل الله تعالى اغناه. فلما راى ذلك الاعرابي هذا الوادي من الغنم، غنم كثير، تسأل لمن هذا الغنم؟ فقيل له لمحمد النبي فتعجب، قال هل انت نبي وتملك هذا الوادي من الغنم؟ قال لي اي نعم املكه. قال لي هل اعجبك؟ قال لي اي نعم اعجبني، قال خذه فهو لك. فتعجب الأعرابي قال والله هذا هو خلق الأنبياء في الأول ما صدقش بأن النبي يكون عنده الغنم يكون تاري الأنبياء يكونوا فقراء هذا اللي مدى عنده مال لكن لما قالوا هل أعجبك خذوا فهو تأكد بأنه نبي لأن فيه السخاء فذهب إلى قومه وقال يا قوم إن هناك ببلاد العرب نبي ينفق ولا يخشى الفقر يعطي بسخاء السخاء هو الصدقة مثلا كان عندك الواد ديال شو شي واحد طلب منك الصدقه تعطيه نعجه ولا جوج هذه صدقه لكن تقول لي كامل هذا سخاء فهي مرتبه عليا كيتصفوا بها الانبياء المرسلون الاولياء واللي زهد في الدنيا وبات بانها كلها لا تساوي شيء فهذه مرتبه لا يعطيها الله الا لمن احبه من خلقه حفظك الله ورعاك لله نتحول الى مولاي لي معنا معنا لاله فاطمه السلام عليكم عمي وعليكم السلام ورحمه الله بنتي لاباس عمي كريبان جمعه مباركه وترك مبروكه لاباس عليك الله يبارك فيك لاله عمي بغيت نشكر واحد الانسان راه تعاون معنا في المسجد وباقي ان شاء الله لا كان شي محسن يتعاونوا معنا راه باقي مازال ما في المسجد الله يتقبل يا رب شي محسن ان شاء الله يا ربي وبغيت ديري الدعاء واحد واحد الرجل عمل نواحي عندنا هنايا تعاون معنا واحد البركه وبغيت تدي له الدعاء يا رحمن يا رحيم شكروك عمي كريبا بزاف وبغيت نمرة ديالك الخاصه وكن وكن وكنتمنى تزورينا في في الدوار ديالنا وتجي تشوفي المسجد ديالنا بالعين ديالك ان شاء الله وتزورينا <applause> 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 <اللي المنزل> ان شاء الله بنتي فاطمه ان شاء الله ان شاء الله وكل شيء غادي نشكرك وسمعوني اللي ديك النهار فاش بويت معاك وكنداعوا معاك والناس بزاف حنا كيتصنتوا عليك جزاك الله الف خير جزاهم الله جميعا وكنشكركم على هذا البرنامج ونشكر ميد راديو كامله ودعي مع الوالد ودعي, ودعي مع جميع المسلمين ان شاء الله وبغيت من ديالك الخاصه عمي الله لك الوالدين يعني. واخا بنتي فاطمه انا غندوزك للاستوديو ل... ان شاء الله يعطوك الرقم باذن الله في ستوندار باذن الله ولا فاطمه الحمد لله أه اهل الخير كيكونوا هنا وهنا وهناك ربك يسخرهم سبحان من سخر هذا لهذا وهاد الناس اللي هم في ظهر الغيب تصدقوا بصدقه فاخفوها حتى لا تعلم شمالهم ما انفقت يمينهم نسال الله تعالى ان يتقبل منهم وان يخلفها لهم بالعشرات والمئات والالاف والملايين وان يكون يوم القيامه تكون لهم شفاعه وتكون لهم ظلا ظليلا في عرش الرحمن وجميع الناس اللي كيتساعدوا بعضياتهم هنيئا لهم اللي كيتساعد راه هنيئا له راه اللي عنده السخاء واللي عنده العطاء خصوصا هاد الناس اللي كنسمعوا لهم بعض المرات اللي مكفوفين اللي عندهم اعاقات اللي عندهم عمليه جراحيه الانسان غير الله تعالى راه يسخر ليه راه داك داك صاحب الخير راه هو يسوقه اليه الله سوقا الله يسوق بعض الناس بعضهم لبعض بعض. يعني بلا وسيطه بلا ما ندخلوا في الوساطات انت انت دق الباب ملي تحتاج احسن طريقه بلا ما تلجا للوساطات هذا عاوني هذا دير ليا هذا فعل غتبقى في واحد الدوامه احسن طريقه باش توصل المغرو... المطلوب ديالك هي كانك غتستيقظ في جوف الليل والناس نيام كيتسمى وقت الغفله. وتوضا وتصلي ركعتين خاشعتين وتطيل السجود وتناجي رب الوجود يا رب إني فقير فاغنني وإني مريض فشافني وإني كذا وكذا لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فاستجيب له هذا كتسمى وقت الغفله الناس ناعسين اللي العاقل والراشد والحكيم اللي بغى شي حاجه واستعصت عليه راه الطريقه سهله مهله وهي اتفق قبل الفجر وتبقى تناجي المولى عز وجل اليوم وغدا وبعده حتى غتشوف العجب العجب اسال الله تعالى ان يجازي الجميع خير الجزاء وان يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم نتحول إلى إقليم وجدة معنا لله سميرة. الو السلام عليكم خويا الدكتور وعليكم السلام حياك الله لالا يا مرحبا. مزيان الحمد لله مشكور ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا خويا نتمنى تكونوا ديما لاباس وجميع الناس يكونوا لاباس امين وطلبوا الله يفرج على جميع المسلمين يا لهم عليهم ربي سبحانه هذا النهار العظيم يا رب يا ربي. الله الواحد الاحد يا رب يا كريم شوف يا خويا كريبان انا بغيت نسولك على واحد السؤال واحد الايه من سوره سكوير ايه؟ يقول ربي سبحانه وما صاحبكم بمجنون نعم ما هو الا قول رسول كريم نعم يعني سبب النزول تاعها يعني قول رسول على سيدنا جبريل عليه السلام نعم. ولكن تكون صاحبكم بمجنون بي نعم يا بنتي يا لالا يا بغيت نفهمها وعطاني لا النمره ديالك الخاصه الله يخليك بغيت نسولك واخا لا باذن الله الله يجازيك بالخير والله يفرحك بارك الله فيك انا غندوز لك ان شاء الله وغاديكم تواصلوا باذن الله شكرا لك على هذا السؤال الوجيه هو التأمل والتدبر في كتاب الله هو أعظم العبادات وأنت تقرأ دوما تأمل في فيما يقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين هذه تهمة اتهم بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي الكريم في الأول كان راعي الغنم وكان يتيم وكان لا لا يخالط الناس في في تقاليدهم وعاداتهم اللي من امر الجاهليه، كان يعتزل وكان يذهب الى غار حراء ويتامل ويتدبر في هذا الملكوت ويتساءل من خلق هذا الوجود حتى كان يقال محمد عاشق ربه. وبعد فتره وقف امام الناس لما قال له الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، جمعهم وقال ايها الناس لقد تواصل معي ربي هذا يعني كلام كبير اي واحد دابا الان جاء عندك قال لك انا تواصل معي يا ربي غتقول لي شنو هو الدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله الدليل اعطاه الله البرهان ما هو البرهان؟ هو القران الكريم لان العرب معروفين بالفصاحه وبالبلاغه وبالبيان وعندهم ما يسمى بالمعلقات السبع اللي هي اعظم شعر قيل في التاريخ كان يكتب على رق الغزال بماء الذهب وكان يعلق على أسطر الكعبة وكان الناس يفتخرون به كلام عظيم وقوي منهم مثلا قولهم ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى تحل بالماء تزبدي وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا دي السورة المتوردي كلام هكذا قوي عند العرب فلما جاء القرآن تحداهم وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم قال لهم إيتوا بعشر آيات من مثله مفتريات ثم قال إيتوا بآية واحدة آية واحدة ما قدروش واصغر ايه هي هي الكوثر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر تحدهم ولم يستطيعوا لكن العرب ماذا قالوا؟ قالوا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شاعر في الاول قالوا هذا شاعر انه يتقن اللغه رغم انه كان يخفيها عنا ما بعد قالوا لا انه كاهن نعم هذا كاهن هذا هذا كيتكلم على الروحانيات وكيتكلم على عالم الغيب انه كاهن ثم قالوا لا هذا هذا صاحب زعامه هذا يبحث عن زعامه سياسيه ليحكم الناس ويوجههم يعدو الرئيس والحاكم ثم اخرين قالوا لا لا انه مجنون خصوصا لما وقعت واقعه الاسراء والمعراج قال لهم بانه ذهب من مكه المكرمه الى بيت المقدس في فلسطين يسمى اسراء ثم اعرج به من بيت المقدس الى السماوات العلى سبع سماوات انطبق كلها اقتحمها الى ان وصل الى السماء السابعه الى ان وصل الى مقام مقام قاب قوسين او ادنى ثم وصل الى مقام اياك نعبد واياك نستعين ثم وصل إلى مقام الحضرة الإلهية وهنالك كلمه ربه تكليما ورأى جبريل ولقد رآه بالأفق المبين رأى جبريل عليه السلام فلما عاد رأى على الصورة الحقيقية ورأى الملكوت الإلهي فلما عاد وقال لهم رأيت ورأيت ورأيت قالوا إن هذا لمجنون هذا هو الجنون الحقيقي بعضهم قال لا إنه كان كان يحلم هذه رؤية منامية والبعض الآخر قالوا هذا حمق وجنون ولهذا وقعت ردة اول رده اتوقع في الاسلام هي في واقعة الاسراء والمعراج بعض الناس الله امنوا ثم ارتدوا لماذا قالوا انه لمجنون فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون الان الان اكبر عقلاء العالم في جميع تخصصات العلميه في اللغه في الادب في الشعر في العلوم البحته كيمياء فيزياء في الطب في علم الاجنه في طبقة الأرض طبقات الجو في علم الذرة والمجرة كل العلماء في المنطق الرياضي والفيزيائي كلهم يخضعون لعظمة القرآن الكريم ويعلمون بأنه كتاب رب العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن الله ولم يكن مجنون سيدنا النبي كان يتأثر بهذه الكلمة لما قالوا عنه مجنون تأثر ويقول الله تعالى و... الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وان لك لاجرا غير ممنون ما تبقى ما تسمع لهم غتلقى النقد النقد موجود والكلام الجارح ما تسمع لهم ودابا الان كلام القران العظيم والسنه النبويه المطهره يعني العقلاء الكبار يخضعون امامها يعني غير غير ايات قرانيه محدوده الى قريتها ماشي كاع القران كله غير ايات غير غير واحد اربع خمس ايات تعلموا بان فعل الاعجاز اي اي كلمه معجزه اي كلام معجز اي كلام ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ثاقلتم الى الارض هذا يسموه التصوير الفني هذه الكلمه ثقيله قال عنها سيد قطب رحمه الله في القران قال لك انها لتزين طنا من الاثقال والناس عفوا بان غير كلمه عاد عرفوا المعنى ديالها لما آه الانسان بغى يخرج من الغلاف الجوي كيلقى بان هناك الضغط الجوي على الصدر القفص الصدري وكلام عظيم هذا كلام عظيم في كل كل منطقة كل كلمه قرانيه الا وفيها دلالات وعبر فنفى الله تعالى عن نبيه كلمه الجنون خصوصا لما كان ياتيه الوحي لما كيجي الوحي كان كان يسمع له مثل ازيز المرجل او ازيز النحل كيتمشي عند جبرائيل اسمه يقول النبي يوحى اليه ملي كيكون هناك شي جدال او كيكون شي نقاش وكيبغي يجي الوحي سيدنا النبي وقف حتى كيسمعوا الصوت ديك الساعه سيدنا النبي كيوقع لي بحال واحد النظره كيبقى عنده لوغارد فيكس كيبقى يشوف واحد الشوفه عميقه كيقولوا ماذا اصابه صرع اصابه صرع ديك الساعه بان لي جبرائيل عليه السلام وجاءه بالوحي الثقيل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان كيجي الوحيد ثم بعد لحظه كيعود كله عرق يتصفد عرقا. ثم بعد ذلك يقول اسري عنه هذه العمليه كتجي ثلاث ثواني اربع ثواني كتجي الحاله وملي كت كتمشي الحاله كيبدا يروي يروي, يروي, يروي يروي القران كيبدا يقول يقول ايات قرانيه كثيره كلام معجز بحال مثلا ديك المراه اللي قالت لي يا رسول الله ان زوجي قد تزوجني واكل شبابي ونثرت لهما في بطني. حتى إذا بلغ مني العجز إذ ظهر مني أتراه قد طلقني قال نعم طلقك يا رسول الله كيف طلقني وانا عندي معه أولاد إن ضممته إلي جاعوا وإن ضممت إليه ضاعوا يا رسول الله قال لست أدري ويجي لوحيدك اللحظة قالوا اسكتوا إن النبي الآن يوحى إليه كتجي بحال حالة صرع ثلاث ثواني أربع ثواني قالوا النبي الآن أسري عنه تنفس الصعداء وقال أين المرأة قالت ها أنا يا رسول الله قال يا خويلة لقد أنزل فيك وفي صاحبك قرآن فنزل قوله تعالى من سورة المجادلة أو المجادلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وجت الايات القرانيه عظيمه في ثلاث دقائق او ثلاث ثواني جه الوحي خرج منه هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الان معجز حنا كنلقاو بان غير نص قانوني الا بغينا يصدر في البرلمان خصنا مجالس ودوريات ونقاشات وحوارات وخصنا الديباجه والكتابه وعند الطباعه باش في الاخر يخرجوا لنا واحد النص قانوني ونتفق عليه أما الكلام لعز في ثلاث ثوانيك ينزل آية قرآنية تتلى إلى يوم القيامة ولا زال الناس مندهشين في عظمة القرآن وجلاله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت أعين الله فصلوات الله وسلامه عليه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين نطلب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المعظم المكرم ان يرزقنا شفاعه النبي، اللهم ارزقنا شفاعه هذا الرسول، اللهم يا رب اسقنا شربه ماء من حوضه لا نضمأ بعدها ابدا، اللهم يا رب اجعلنا من جلسائه يوم القيامه وارزقنا النظر اليه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا رحمن رحيم نسالك ان تفرج الهم عن المهمومين وان تنفس الكرب عن المكروبين وان تقضي الدين عن المدينين وان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين نسال الله تعالى ان يحفظ بلادنا المغرب وان يجعله فيه السخاء وفيه الرخاء وفيه الازدهار وفيه الرحمه وفيه الموده وفيه التراحم ونسال الله تعالى ان يحفظ الامه الاسلاميه جمعه وان يجعلها خير امه اخرجت للناس ونسال الله تعالى ان يكون وليا ونصيرا لاخواننا في فلسطين نسال الله تعالى ان يحقن دماءهم وان ينصرهم على من عداهم نصرا مؤزرا نسال الله تعالى ان ان يحفظ اخواننا في فلسطين ونشيد بالموقف الملكي السامي لامير المؤمنين الذي استنكر بشده ما وقع فيه بعض المتطرفين الذين اساءوا في ليله الامس ببيت المقدس الطاهر دنسوه واساءوا اليه وقد وقفت المملكه المغربيه موقفا عظيما وشغما واستنكرت بقوه هذا الفعل الشنيع نسال الله تعالى ان يوحد المسلمين وان يؤلف بين قلوبهم وان يقوي شوكتهم وان ينصرهم على من عداهم ونسال الله الكريم في يوم الجمعه ان يرحم امواتنا اجمعين اللهم ارحم امواتنا اللهم يا رب اجعلهم في قبورهم امنين مطمئنين اللهم يا رب واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اصلح أولادنا وبناتنا اللهم اصلح بين الأزواج والزوجات اللهم ألف بين القلوب اللهم يا ربي يا كريم يا فالق الحب والنوى اعط لكل منا ما نوى وفوق ما نوى وتجاوز عنا خطايانا يا رب وقد جمعتنا على آثير هذه الإذاعة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله